وزير الخارجية يبحث مع وفد من حركة فتح تكثيف سبل دعم الأشقاء الفلسطينيين. معلومات الوزراء: إنفاق السائح عبر سياحة اليخوت يرتفع عن السائح العادي 94%. الأمم المتحدة: الأونروا غير مستعدة لعواقب عملية عسكرية في رفح. وزير خارجية إيطاليا: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة خطوة للأمام. منتخب تونس يختتم استعداداته لمواجهة نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر. الأرصاد: ذروة ارتفاع الحرارة الخميس المقبل والعظمى بالقاهرة تصل 31 درجة.